بظل حرب دائرة في غزة، عم نشوف مجازر من العدو الإسرائيلي، وهذا طبعا يعني غير مستغرب. إسرائيل ما بتحط حدود لنفسها بأي شكل من الأشكال على وقع هذه الحرب، بدل ما يكون المجلس النيابي فعلا خليه ينتحل بهذا النهار. عقدت جلسة تحاصص اللجان مرة جديدة، شفنا أكثر من 86 نائب حاضرين موجودين، اللي هو النصاب المطلوب لانتخاب رئيس جمهورية. ما بينتخبوا رئيس جمهورية، يبدو انتخاب اللجان أهم من انتخاب رأس لهذه الدولة اللي أصبحت للأسف جثة الدولة بهذا الأداء، وبمنع اليوم حتى النقاش بالمؤسسات الدستورية. شفنا استشهاد لزميل لنا المصور عصام عبد الله، اليوم في جرحى بالمستشفيات، جروح بالغة جدا، من صحفيين وصحفيات، كارمن جوخدار، إلي برخيا، كريستينا عاصي وغيرهم بالمستشفيات موجودين، برسالة انه نحن اليوم ما عنا دولة. المعلومة الوحيدة اللي عنا اياها هي من الجيش اللبناني، اللي بيقول الجيش انه القوات الاسرائيلية اطلقت قذيفة صاروخية اصابت سيارة مدنية تابعة لفريق عمل اعلامي، ما ادى الى مقتل صحفي واصابة 5 اخرين. واضاف الجيش اللبناني انه مروحيات قتالية اسرائيلية اطلقت صواريخها باتجاه محيط بلدات مروحين وعيت الشعب وكفر شوبا وغيرها. لحد هلا صمت مطبق من الشرعية اللبنانية، من الدولة اللبنانية، حول ما جرى مع فريق صحافي لحد هلأ موجود مثل ما قلنا بالمستشفى. والغضب والألم من تغاضي الدولة اللبنانية عن اللي صار معهم هو أكبر من جروحهم الجسدية. نحن رحنا زرناهم ما أكثر من مرة، تبرعنا بالدم في الجامعة الأمريكية لهؤلاء وسمعنا صرختهم، وبناء على طلبهم أنا اليوم عم بنقل هذه الصرخة، متروكين بشكل كامل من دون أن يكون هنالك موقف رسمي لبناني. انحكى مؤخرا عن بعض الشكاوى التي سيتم تقديمها، والنقيب بصدد كمان كتابة شكوى، بس نحن بدنا نرجع نذكر ونقول وين حكومتنا، وين دولتنا، ما بنعرف وين. لبنان مش عارف اذا حيدخل بحرب او ما رح يدخل بحرب بغياب رسمي مدوي للاسف. فبنرجع بنذكر هذه الحكومه انه عليها واجبات، عليها واجبات تطمن اللبنانيين وتخليهم يحسوا انه فعلا هنالك بعد دوله بلبنان، دوله فيها تتحمل مسؤوليتها، مش مجرد حكم لاحزاب ولا غير.